اسمع يا أنصاري، لن تستطيع الوصول إلى ملك مريب حتى لو عرفت مكانه إلا بالحيلة والخديعة التي قد تنطلي علي. أتهون من قدري؟ بل أقول ما عرفته عنه. لندع هذه القافلة يا مالك، فأمرها غريب. ما الغريب في أمرها؟ كثرة إبلها وما تحمله وقلة رجالها، ثم لما يمشون بهذا البطء؟ من تعب المسير وثقل أحمالها، فلنرح مما تحمل. لا أدري، ولكن هنالك ما يريبني بشأن هذه القافلة. قافلة كغيرها، ولن نفلتها بعد طول انتظار. إن أردت أن تبقى فلك ذلك، أما أنا فلا. لمن هذه القافلة؟ ومن أنت؟ إنها للحارث بن حاطب الجمحي، وأنا أمين عليها. قبحك الله وقبحها. انزل انزل. ماذا تراني فاعلا بك يا ابن الريب؟ أيسأل عن هذا؟ ألست أنت القائل العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد؟ بلى بلى بلى، قلت هذا وأكرر، العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد. فإن أنزلتك منزلة العبد وقرعتك بهذه العصا، هل تراك حرا؟ خذوه للسجن واحرسوه جيدا. في الصباح سأخذه بنفسي إلى المدينة ليرى فيه الأمير شأنه. لما إلى المدينة وابن الحكم في مكة؟ انتقل الوالي إلى المدينة. هذا حسن، فلا أحب أن أسجن في ذات السجن مرتين. تسأل عن السجن ولا تسأل عن القبر؟ افتحوا السجن في يدكم، أما القبر فلا حيلة لكم فيه. سيدي، لقد أمسكنا اليوم بفرد من عصابته، فماذا نفعل به؟ بورك فيك، خذه إلى مكة مع هذا اللص وسلمه مال الحارث، أما هذا فدعه لي. أغيثوني، ساعدوني، ساعدوني، أغيثوني أرجوكم، أغيثوني. إنه الفاتك العاشر مالك بن الريب، لقد سرق حصاني وسرق مالي وكاد أن يقتلني. مالك بن الريب؟ كيف هذا وهو مع القائد الأنصاري في طريقهم إلى المدينة؟ لا أدري، لكني رأيت يده ملطختان بالدماء، وكان يلبس عباءة موشاة. أنتما ارسلهما جيدا حتى نعود بمالك بن الريب، وانتما اتبعاني. اغثني اغثني. بسرعة يا شغال حتى نلحق بمالك. هيا 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 يا شغال. بسرعة.
هذا سيف الذي سلبته مني وتوشحت به. لا أقتلك إلا به.